تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سوماليلان وأبرز العناوين في نشرتنا لهذه الليلة. عقدت اليوم لجنة تطوير الطرق بجمهورية سوماليلان مؤتمر صحفي وذلك بمقر القصر الرئاسي بالعاصمة. يفتتح اليوم وزير الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية سوماليلان تدريب موسع في مقر الوزارة. مجلس الشيوخ يعقد جلسته الاعتيادية. مشاهدينا الكرام كانت هذه أبرز العناوين وإلى حضراتكم الآن النشرة بالتفصيل. عقدت اليوم لجنة تطوير الطرق بجمهورية سوماليلان مؤتمرا صحفيا بمقر القصر الرئاسي، تحدثوا من خلاله عن آخر تطورات الطريق الرابط بين مدينة عير قابو والأقاليم الأخرى. عقدت اليوم لجنة تطوير الطرق بجمهورية سوماليلاند مؤتمرا صحفيا بمقر القصر الرئاسي، تحدثوا من خلاله عن آخر تطورات الطريق الرابط بين عير قابو والأقاليم الأخرى. وتحدث في بداية المؤتمر وزير القصر الرئاسي معالي حرسي حاج علي حسن بكلمة أشار من خلالها بأن طريق عير قابو تسير على الشكل المطلوب، وستقوم الحكومة بإنشاء 100 كيلومتر خلال عام 2015، وقدمت الحكومة ميزانية قدرها 4 ملايين دولار خلال السنة الماضية، وأيضا خلال هذه السنة 4 ملايين دولار أيضا. من جانب آخر أشار وزير القصر الرئاسي بأن جالية سوماليلاند بالخارج تساهم في بناء طريق عير قابو بشكل كبير، خاصة جالية سوماليلاند بالمملكة المتحدة البريطانية. كما تحدث بكلمة وزير الدفاع معالي أحمد حاجي علي عظمي إلى أن شعب سوماليلاند بكافة أطيافه صغارا وكبارا بالوطن وخارجه شاركوا ببناء هذا الطريق، وهذا دليل على التكاتف والترابط بين شعب جمهورية سوماليلاند. وفي الختام تعهد وزير الدولة للمالية باسم الهيئة أنه بإذن الله سيكون هذا الطريق مكتملا خلال المدة المذكورة. افتتح اليوم وزير الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد ظاهر عكسة بمقر وزارة الإعلام والتوعية بجمهورية سوماليلاند تدريبا موسع شارك فيه كل من المدير العام بالوزارة سعادة محمد آدم علمي الكعصي، مدير التلفزيون الوطني سعادة خضر حسن علي قاس، رئيس التحرير والمدير التنفيذي ومدراء كافة الأقسام المختلفة. افتتح اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والثقافة بجمهورية سوماليلاند معالي عبد الله محمد ظاهر عكسي بمقر وزارة الإعلام والتوعية بجمهورية سوماليلاند تدريب موسع شارك فيه كل من المدير العام بالوزارة سعادة محمد آدم علمي الكعصي، مدير قطاع التلفزيون الوطني سعادة خضر حسن علي قاس، رئيس التحرير والمدير التنفيذي، مدراء كافة الأقسام بالإذاعة والتلفزيون. هدف هذا التدريب الذي سيستمر لمدة يومين إلى ضرورة الاستعداد لعام 2015 من تقديم برامج جيدة وأخبار صادقة. هذا ولد افتتاحه تحدث بكلمة وزير وزارة الإعلام والتوعية معالي عبد الله محمد ظاهر عكسي، أشار من خلال كلمته إلى ضرورة اهتمام كافة الصحفيين لاحتياجات مواطني سوماليلاند بكافة فئاته والعمل وبذل الجهد في تلبيتها لهم عبر برامج ذات قيمة. هذا كما أشار الوزير من خلال حديثه قائلا أن وزارة الإعلام في صدد وضع خطة كاملة للارتقاء بالمستوى العام للإعلام، كما أعلن أيضا عن افتتاح إذاعة خاصة للطلبة والطالبات تقدم إليهم عبر بثها المقررات العلمية من خلال أستاذ متخصصون وذلك في القريب العاجل. هذا كما اختتم وزير الإعلام والتوعية حديثه موجها كلمة إلى كافة مسؤولي الوزارة ورؤساء الأقسام المختلفة بتكثيف جهودهم لإنجاح هذه الخطة الجديدة. وتحدث المدير العام بالوزارة سعادة محمد آدم علمي الكعصي، أشار من خلالها إلى أن وزارة الإعلام بصدد جدول زمني وخطة خماسية لتقديم برامج توعوية للمواطنين. هذا كما تحدث أيضا سعادة خضر حسن علي قاس بكلمة عبر عن خلالها عن سعادته البالغة بهذا الحضور المكثف من قبل المسؤولين والصحفيين. كما تم خلال اليوم استعراض خطط رؤساء الأقسام المستقبلية لإنجاح خطط الوزارة، كما يشارك هذا التدريب خبراء كبار بمجال الصحافة والإعلام. عقدت اليوم من مقر مجلس شيوخ جمهورية سوماليلاند جلسة اعتيادية ترأسها النائب الأول لأمين عام المجلس سعادة سعيد جامع علي، حضرها عدد كبير من أعضاء المجلس وتم في هذه الجلسة النقاش حول عدة مواضيع هامة. عقدت اليوم بمقر مجلس الشيوخ سوماليلاند جلسة اعتيادية ترأسها النائب الأول لأمين عام مجلس سعادة سعيد جامع علي وبحضور عدد كبير من أعضاء المجلس، وتم في هذه الجلسة نقاش حول ضرورة استماع إلى مسؤولين عدد من وزارات والهيئات الحكومية والتي من بينها وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة المياه. وتحدث في هذه الجلسة عضو المجلس سعادة أحمد أبسية، أشار إلى ضرورة مناقشة وزارة التعليم وذلك لأهمية العلم لبناء الوطن ولضرورة ارتقاء بمستوى العام للتعليم. كما تحدث بكلمة العضو عيديد عبدي محمد ناشد وزارة التعليم بافتتاح مدارس صناعية للعمل على نشر وتعليم الحرف اليدوية للطلبة والطالبات، وهذا من المتوقع أن تعقد الجلسة المماثلة يوم غد.
عقدت اليوم وزير وزارة البيئة وتطوير الريف بجمهورية سومالان السيدة شكري حاجي اسماعيل باندري مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبها في الوزارة، أعلنت من خلاله عن أجدة مشروع قانون حماية المراعي والذي تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب. عقدت اليوم وزير البيئة وتطوير الريف بجمهورية سومالاند السيدة شكري حاجي اسماعيل باندري مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبها، أعلنت من خلاله عن أجندة مشروع قانون حماية المراعي والذي تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب. شارك في هذا المؤتمر الصحفي المدير العام بوزارة البيئة وعدد آخر من المسؤولين، وتحدثت السيدة شكري حاجي اسماعيل باندري بكلمة أشارت من خلالها إلى أهمية هذا القانون والفائدة التي ستعم على البيئة، وأشارت كذلك إلى أن الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة، حيث أصدر فخامته مرسوما رئاسيا للمحافظة على البيئة. وفي كلمة للمدير العام بوزارة البيئة وتطوير الريف بجمهورية سومالاند أشار من خلالها إلى سعادته للتصديق على القانون حماية المراعي، مشيرا إلى الدور الهام لهذا القانون في تسهيل أعمال الوزارة، ووجه كذلك الشكر لكل من ساهم في هذا القانون. وتحدث كذلك الشيف عاقل عمر جامع، وجه الشكر لوزارة البيئة وتطوير الريف على جهودها الدائمة لحماية البيئة والمحافظة عليها، وحث كافة المواطنين بضرورة المشاركة في حماية البيئة. صرح اليوم المدير العام بوزارة إعادة الاستيطان بجمهورية سومالان سعادة محمد شبريل يونس للتلفزيون الوطني عن أهم الخدمات والأعمال التي قامت بها الوزارة تجاه الاهتمام بالنازحين عبر الدول المجاورة بكافة المجالات. صرح اليوم المدير العام وزارة إعادة الاستيطان بجمهورية سومالان سعادة محمد جبريل يونس التلفزيون الوطني عن أهم الأعمال والخدمات التي قامت بها الوزارة تجاه الاهتمام بالنازحين عبر الدول المجاورة بكافة المجالات من الخدمات الصحية وإتاحة الفرص أمامهم للحصول على التعليم وتوفير المياه للشرب، إضافة إلى إتاحة الكهرباء وتقديم ندوات موسعة لإظهار أخطار التهريب وأضراره. هذا كما أضاف سعادته بأن الوزارة تقوم بهذه الخدمات بكافة الأقاليم للتخفيف عن أعباء اللاجئين والنازحين. هذا كما أشار أيضا إلى أن الوزارة قد أنشأت مباني مخصصة لهؤلاء المتضررين لإيوائهم. هذا كما أشار إلى أن هذه الأعمال جاءت بناء على توجيهات فخامة الرئيس أحمد محمد محمود آدم رئيس جمهورية سومالاند الذي قام تعيين لجنة من الوزراء للاهتمام بالشباب وإتاحة الفرص أمامهم للعمل والتعليم والقيام بواجباتهم تجاه وطنهم. كما أوصى المدير العام من خلال تصريحه بضرورة رعاية النازحين وتقديم العون لهم حتى يتخطوا تلك الظروف الصعبة. عقد اليوم مدير منطقة محمود هيبة السيد يوسف علاط صيد لقاء موسع لوسائل الإعلام المختلفة، صرح فيها عن أهم الإنجازات والأعمال المثمرة التي قامت بها منطقة محمود هيبة خلال العام الماضي. عقد اليوم مدير منطقة محمود هيبة السيد يوسف علاط صيد لقاء موسع لوسائل الإعلام المختلفة، صرح فيها عن أهمية الإنجازات والأعمال المثمرة التي قامت بمنطقة محمود هيبة وخاصة بالشباب لرفع كفاءتهم بكافة المجالات الصحية والتعليمية والمياه في منطقة محمود هيبة خلال العام الماضي. وأشار من خلال حديثه مدير منطقة محمود هيبة السيد يوسف علاط صيد إن يجب على جميع المواطنين أن يسارعوا دائما في دفع الضرائب الواجبة عليهم والمحافظة على دفعها، لأنها ترفع من ميزانية الدولة، وأن هذا الدخل لا يذهب هباء إنما تعود نوافعها للمواطنين والسكان المنطقة لمساعدتهم وتوفير لهم جميع متطلباتهم من جميع النواحي الصحية والتعليمية. وأضاف أيضا أنهم قاموا بعملية توسيعية للطرق وترميمها لتسهيل عملية مرور السيارات في المنطقة، وأنهم ما زالوا يعملون جيدا لتكون هذه المنطقة ضمن المناطق البارزة والمتقدمة بإقليم الرودجيح. وفي الشأن العالمي، تواصل عمليات البحث عن ضحايا الحطام الطائرة الأندونيسية المنكوبة، حيث تواصل البحث اليوم الثامن على التوالي. عمليات البحث عن ضحايا وبقايا حطام الطائرة المنكوبة التابعة لخطوط الأندونيسية تواصلت اليوم الثامن في وقت جرى انتشال 34 جثة ينتظر أن تحدد هويتهم. استغل القواصون البحرية الأندونيسية هدوء البحر فواصلوا البحث أمل في العثور على صندوقين الأسودين للطائرة التي كانت تقوم برحلتها من سورابايا ثاني أكبر المدن الأندونيسية باتجاه سنغافورة، وعلى متنها ما يزيد عن 162 راكب. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة. تقبلوا مني ومن فريق العمل دائما أطيب المنى ودمتم سالمين.